حزقيال 41 وهيكل حزقيال، وردا على السؤال اللي بيسأل وبيقول: من هذا في حزقيال 41 عدد 6، من هذا الذي دخل في الحائط وتمكن وتتمكن ولا لا تتمكن؟ ازاي الشيء وعكسه؟ العدد بيقول بدقة، ما بيقولش حد دخل في الحيطة، أنا آسف، ولكن الأعداد بتقول: وأتى بي إلى الهيكل وقاس العضائد وعرضها، من هنا 6 أذرع ومن هنا 6 أذرع، عرض الخيمة وعرض المدخل 10 أذرع، وجوانب المدخل من هنا 5 أذرع ومن هنا 5 أذرع. وعرض المدخل 10 أذرع، وجوانب المدخل من هنا 5 أذرع ومن هنا 5 أذرع، وقاس طوله 40 ذراعا والعرض 20 ذراعا، ثم جاء إلى داخل وقاس عرضة المدخل 2 ذراع والمدخل 6 أذرع وعرض المدخل 7 أذرع، وقاس طوله 20 ذراعا والعرض 20 ذراعا، وقدام الهيكل وقال لي: هذا قدس الأقداس. وقاس حائط البيت 6 أذرع وعرض الغرفة 4 أذرع حول البيت من كل جهة والغرفات. فالكلام هنا على الغرف، الأوض، الفتحات الموجودة غرفة إلى غرفة ثلاثا، وبعد كده في فاصل، 30 مرة. ودخلت الغرفة، هي اللي دخلت في الحائط الذي للبيت، للغرفات، الحيطة بتاعت الغرفات هي اللي متثبتة فيه حوله، لتتمكن ولا تتمكن في حائط البيت، الحائط بتاع القدس هي اللي مش موجودة فيه. واتسعت الغرفات وأحاطت صاعدا فصاعدا، لأن محيط البيت كان صاعدا فصاعدا حول البيت، لذلك عرض البيت إلى فوق وهكذا من أسفل يصعد إلى أعلى في الوسط، ورأيت سمك البيت وهكذا. إيه اللي بيقوله؟ خلينا نشوف مع بعض الصورة التوضيحية اللي رسمتها على قد ضعفي. ده مقطع أفقي للهيكل اللي بيتكلم عنه، وده مقطع رأسي. هشرح، هاخد عدد عدد وهشرح هو بماذا يتكلم، بس في الأول لغويا باختصار شديد جدا، لما بيقول العدد لو قريته حتى في نصه الإنجليزي، هتلاقوا في النص الإنجليزي على سبيل المثال كينج جيمس لما بيتكلم على الغرفات: and the side chambers were three، يعني الغرف اللي على الطرف هما 3، 1 2 3، دول فوق بعض كل واحدة منهم 30، أو مجموع الـ3 أدوار 30. هشرح دلوقتي ده، بس بقول لكم العدد بيقول إيه: one over another، يعني غرفة فوق التانية، غرفة 2 3 كل واحدة فوق التانية، and 30 in order، فهم من جنب بعض 30 غرفة في الـ3 أدوار، ففي 3 أدوار فوق بعض 1 2 3 4 5 6 وهكذا نكمل. فعدد الغرف إجمالي 30 على كل جانب، أو على الجانبين 30، وهم 3 أدوار 1 2 3 فوق بعض، وعلى الجانبين إجمالي عددهم 30. على فكرة ده موجود ما يشبهه تماما في هيكل اسمه مين ده، سليمان، فما فيش حاجة غريبة. نكمل بقية النص الإنجليزي اللي يوضح أكتر: and they entered into the wall، دخلوا في الحائط، which was of the house for the side chambers round about that they might have hold، يعني يقدروا يتمسكوا ما يكونوش ممكن يقعوا بسهولة، but they had not hold in the wall of the house. إيه اللي بيقولوا؟ نفهم مع بعض بالظبط بعد ما قرينا العدد بالعربي وفهمناه ان الكلام على الغرف مش على شخص هيدخل في الحيطه. معلش انا اسف، عجبني قوي. مين اللي دخل الحيطه؟ سوري. نقرا عدد ونطبقه قدام حضراتكم اللي متابع معايا دايركت برودكاست شايف على الشاشه: واتى بي الى الهيكل وقاس العائض عرضها من هنا 6 أذرع وعرضها من هنا 6 أذرع. هنا العائض اللي هو الجزء، الفريم بتاع الباب، الحتة اللي مقفولة للباب.
وعرض المدخل 10 أذرع وجوانب المدخل من هنا 5 أذرع ومن هنا 5 أذرع، يعني الباب الفتحة بتاعته 10، 5 من هنا و5 من هنا. الباب 10 بدرف، ظرف تي أو ظرف مقسومة 2 5 وظرف مقسومة 2 5 بدرف. عارفين الباب اللي عندك اللي هو طوله 32 إنش ولا 36 إنش، لكن مش باب واحد بظرفتين، باب اللي هو 48 24 و24 وهكذا، ده اللي بيتكلم عنه. ثم جاء وقاس طوله 40 ذراعا والعرض 20 ذراعا، ده بيتكلم على القدس، بيقول طول القدس 40 ذراع، ده من هنا لهنا 40 ذراع يعني 20 متر او اقل حاجة بسيطة، وعرضه 20 ذراعا، العرض بتاعه من هنا لهنا 20 ذراع. ثم جاء الى داخل، خلاص دخلنا طوله وعرضه والمدخل بتاعه عرفناها، دخلنا خلاص الى قدس الاقداس. ثم جاء الى داخل وقاس عرض المدخل 2 ذراع والمدخل 6 أذرع وعرض المدخل 7 أذرع. قال في جزء هنا 6 وهنا من ناحية المقابلة 6 أذرع، وعرفنا ان ده 20، 6 و6 12، ويوجد عرض اللي هي بنسميه الفريم بتاع الباب، الفريم بتاع المدخل، معرفش بتسموه حلق الباب، ده هيبقى نص ذراع من هنا ونص ذراع من هنا، فالمسافة اللي فاضلة في النص 7 أذرع. كويس. وقاس طوله 20 ذراعا والعرض 20 ذراعا، المنطقة التالية ده طوله 20 وعرضه 20، ده قدس الأقداس، يقول عنه إلى قدام الهيكل وقال لي هذا قدس الأقداس. فكده مشينا بالظبط بالوصف الهندسي الرائع اللي ماشي بيه، المدخل بعد كده دخلنا على القدس، بعد كده عرفنا بالظبط أبعاد الفاصل ما بين القدس وقدس الأقداس، وبعد كده دخلنا على قدس الأقداس وعرفنا مقياس بتاعه بالظبط، وصلنا لعدد 4. وقاس حائط البيت، الحيطة بتاعت البيت 6 أذرع، اللي هو ده 6 أذرع. كويس. وعرض الغرفة 4 أذرع حول البيت من كل جهة، يعني في غرف كل غرفة عرضها 4 أذرع، الغرف دي العرض بتاعها 4 أذرع على الناحيتين. كويس. ويكمل ويقول والغرفات غرفة 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 إلى غرفة ثلاثا، عرفنا زي ما بيقول لنا في النص في العبري وفي الإنجليزي إن هم 3 مستويات فوق بعض، 1 2 3 في المنظر الرأسي. كويس. والغرف جنب بعض 30، يعني الغرف دي دولة ودولة، وغالبا الجانبيين 30 مع بعض. كويس. فكل دور فيه 30 غرفة على الجانبين ومن قدام و3 مستويات. الغرف دي ليها الحيطة الخلفية بتاعتها في المنظر الرأسي، ده الحائط بتاع الغرفة، عرضه كام؟ 6 أذرع، ده 6 أذرع، وعرض الغرفة 4 أذرع، ده 6 وده 4. والغرف دخلت في الحائط، يعني الحوامل بتاعة الغرف اتثبتت، يعني عارفين فاسن، يعني لما بيقول حتى في النص الإنجليزي to have hold، يعني عارف لما بتمد العروق الخشب تتثبت في الحيطة دي اللي ممدودة، فالغرف
السقف بتاعها يتسند على ايه، يرتكز لايه، يتحمل في ايه، يتمسمر في ايه، في الحيطة دي. الغرف تتثبت في الحيطة دي، لكن ممنوع انه تثبيتات الغرف دي، خشب بتاع السقف، ممنوع ان يمتد ليصل الى حائط البيت. يعني تتمد الخشب بتاعها لهنا لكن ما تتمدش لهنا. فالحيطة بتاعت قدس القدس وقدس الأقداس ما يوصلهاش خشب الغرف. الغرف الخشب بتاعها يتثبت في هذا الحائط ولا يصل للحائط التاني، يعني يدخل في ده ما يلمسش ده، يعني يقف عند هنا في نص المسافة أو أي شكل، لكن لا يصل إلى الحائط بتاع قدس الأقداس. يتثبت السقف بتاع الغرفة أو أرضيتها وحيطانها في الحيطة اللي ماشية في ظهرها، الحيطة دي، لكن ما تلمسش العروق الخشب اللي هتشيل سقف الغرف دي، ما تلمسش، ما توصلش للحائط بتاع قدس الأقداس، القدس وقدس الأقداس. واضحة؟ عشان كده يقول ودخلت في الحائط الذي البيت للغرفات، الحيطة بتاعت الغرف هي دي اللي تتثبت فيه لتتمكن، ولا تتمكن في حائط البيت، تتمكن في ده ما تتمكنش في ده. واضح؟ هنا بيتكلم على الوسائل البناء اللي كان بيبنوها من حجارة ومن خشب، ده واللي بيتعشقوا في بعض، ده الأسلوب اللي بيتكلم بيه. فعشان كده فهمنا، ونرجع مرة تانية للمنظر الأفقي، القدس كان حواليه حطين، الحيطة بتاعته 6 ذراع وحيطة تانية للغرف، والاتنين حطين دول لازقين في بعض. الحيطة بتاعت الغرف، الغرف اللي هي دي، تتثبت في الحيطة دي لكن ما توصلش للحيطة بتاعت قدس الأقداس. وضحت أساتذتي الأحباء؟ ده اللي بيقوله، ده اللي بيشرحه، ما بيقولش حد دخل في حيطة ويتمكن في حيطة بس ما تمكنش، ما بيقولش الكلام ده، اللي فهمه يعني صديقنا العزيز المشكك خطأ. يكمل في عدد 7 ويكمل على الغرفات، واتسعت الغرفات وأحاطت صاعدا فصاعدا، لأن محيط البيت كان صاعدا فصاعدا حول البيت. بيقول إيه؟ بيقول الغرف اللي تحت اللي احنا عرفنا انه بعدها 4 قدم، اللي فوقيها اوسع منها، يعني سمك الحيطة اللي فوق بتاعة الغرف اضيق بالمنظر اللي موريه لحضراتكم. خليني بس ارجع اوريكم الرسمة مرة تانية للتوضيح. دي عرفنا غرفة واحد، غرفة واحد، غرفة اتنين، عرفنا ان دي غرفة واحد، غرفة اتنين، غرفة تلاتة. يقول الغرفة اللي تحت اضيقهم، وكل ما تطلع فوق الغرفة تتسع، فدي اضيق 4 قدم بس. فدي 4 قدم بس، مش عارف هنا 4 قدم. الغرفة رقم 1، التانية اللي فوقيها أوسع، والتالتة اللي فوقيها أوسع، والحائط اللي احنا قلنا عليه بتاع الغرف ده، الحائط ده اللي تحت أوسعهم 6 قدم، وبتاع الدور التاني أضيق، وبتاع الدور التالت أضيق. ده اللي بيتكلم عنه في موضوع اتسعة الغرفات، فكل ما تطلع صاعدا تتسع، وأن محيط البيت ثابت، المحيط بتاع البيت ثابت، لكن الغرف هي اللي كل ما تطلع فوق تتسع حول البيت. ويعني كلمة حول البيت تتسع في اتجاهه،
تتسع في الاتجاه ده. لذلك عرض البيت إلى فوق وهكذا من الأسفل يصعد إلى الأعلى في الوسط، يعني تحت ضيق وسط متوسط والأعلى أوسع واتجاه الاتساع في هذا الاتجاه. ورأيت سمك البيت حواليه أسس الغرفات قصبة تامة 6 أذرع إلى المفصل. التوصيلات بتاعته 6 أذرع اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي دي. عرض الحائط الذي للغرف من خارج 5 أذرع وما بقي ففسح للغرفات للبيت. كل ما تطلع فوق كل ما الحيطة تضيق. وبين المخادة عرض 20 ذراعا حول البيت من كل جانب. نرجع للمنظر مرة تانية، ويتكلم انه في مسافة 20 ذراع من كل جانب. ال20 ذراع دي المسافة المتسابة فاضية، كويس؟ ومدخل الغرفة في الفسحة مدخل واحد نحو الشمال ومدخل آخر نحو الجنوب. الغرف ده ليها مداخل، واحد ناحية الشمال واحد ناحية الجنوب، يعني الجهة الشمالية تفتح ناحية الشمال والجنوبية تفتح ناحية الجنوب. وعرض مكان الفسحة 5 أذرع حواليه اللي هو ده. دي الغرف المحيطة. والبناء الذي أمام المكان المنفصل عند الطرف نحو الغرب 70 ذراعا عرضا، ويبتدي يتكلم على المكان الملحق. وقاس البيت 100 ذراعا طولا والمكان المنفصل والبناء مع حيطانه 100 ذراعا طولا. فالمكان اللي حوالين الهيكل اللي عرفنا هو كله 20 في 40 والقدس بعده 20 في 20، هو اكشولي الطول الإجمالي يوصل لغاية من هنا لغاية تحت، ده 100 ذراع. والمبنى التكميلي اللاحق ليه 100 ذراع اللي بيتكلم عنه. اوكي، على فكرة انا عامله بمقياس هندسي مظبوط على قد ضعف، رغم اني مش مهندس لكن حاولت اشتغل على قد ما اقدر في هذا الرسم من زمان. وبعد كده يكمل بقية الأمور، وعرض وجه البيت والمكان المنفصل نحو الشرق 100 ذراع، وقاس طول البناء إلى قدام وهكذا. ويكمل ويقول والعتبات والكوى المشبكة والأساطين، الأساطين يعني اللي هو الباثوي الكوريدورز الطرق حول الطبقات الثلاثة، الثلاث طبقات بتاعة الغرف اللي اتكلمنا عليهم 1 و2 و3. وصلت العدد كام؟ 70 ذراعا حول الطبقات الثلاثة في عدد 16 مقابل العتبة من الألواح خشب من كل جانب من الأرض إلى كوة، والكوة مغطاة. فكل ده يتبني العتبة بتاعته والسقف بتاعه من ألواح من خشب إلى ما فوق المدخل وإلى البيت الداخلي وإلى الخارج وإلى الحائط، كله حواليه من داخل ومن خارج بهذه الأقيسة، وعمل فيها كروبيم. ويكمل بعد كده الزينة اللي تمت أو الزينة اللي تتم في هذا الهيكل. هل النقطة اتضحت؟ هل عرفت أشرح لحضراتكم ما يسمى إيه هو اللي بيتكلم عنه على الغرف، إزاي مثبتة في حائط وغير مثبتة في حائط، إزاي دخلت في حائط واحد اللي هو الحائط ده زي ما تكلمت ولكن لم تدخل في الحائط الآخر اللي هو ده؟ اتضحت خلاص النقطة؟ ده إجابة على السؤال اللي بيقول مين اللي دخل في الحيطة وهل اتمكن من الحيطة ولا ما اتمكنش، اللي هو قراية العدد 6 في حزقيال 41. ده مش شخص أصلا، ده بيوصف على الغرف تتبني إزاي. والغرفات غرفة إلى غرفة 3 يعني 3 مستويات في بعض، و30 مرة يعني في الدور 31، ودخلت في الحائط يعني تثبتت في الحائط ده، ولكن لم تدخل في الحائط الذي للبيت، الحائط اللي هو بتاع الغرف ده هو اللي تتثبت فيه.
للغرفات حوله لتتمكن، يعني عشان تبقى ثابتة، عشان تبقى الغرف متثبتة في حاجة لازم تكون متثبتة في الحيطة دي، ولا تتمكن في حائط البيت، يعني ما تدخلش في الحائط أو اللي هو بتاع القدس وقدس الأقداس علشان ما تبقاش موجودة فيه. ولذلك أي حاجة تتم في هذه الغرفات ليس لها أي علاقة بالهيكل، وبالنسبة لهم علشان الفكر اليهودي لا تدنس الهيكل لأنها مكان مفصول، وحتى السقف يعني كل حاجة بتدور في داخل هذه الغرفة ليس لها علاقة بالقدس ولا قدس الأقداس. ده اللي بيتكلم عنه في هيكل حزقيال 41 باختصار، لكن لينا عودة مرة أخرى يمكن الأسبوع الجاي أو اللي بعده، ما أعتقدش الأسبوع الجاي لأنه السؤال بتاع أستاذنا الحبيب سؤال لسه ما تجاوبش عليه اللي أنا مجهزه للنهاردة، فمش عارف إذا كنت هلحق ولا لأ، فيمكن أجله الأسبوع الجاي، فأخلي موضوع هيكل حزقيال الأسبوع اللي بعده لو تحب. سؤال تاني، أستاذة جيهان بتقول: ما تعليق حضرتك على قول أحدهم إن الحمل العذراوي هو عبارة عن طفرة في بويضة العذراء وتحولها لنطفة وتلقيح ذاتها المسيح يبارك؟ طبعا ده خرافة اللي يقول الكلام ده، رديت عليها قبل كده. ريلي الكمبيوتر مش عارف ليه بيجي يوم الثلاث ويبقى السيرش ما بيشتغلش. Unbelievable. بحاول أجيب حد يقدر يساعدني يجيبني حتى الملف من الموقع اللي مش راضي يطلع معايا، لا في الموقع ولا في الكمبيوتر. هي طبعا الإجابة باختصار ما ينفعش الكلام ده في الثدييات عامة، وطبعا ولا في البشر ما فيش الكلام ده، وطبعا الرب يسوع المسيح اللي هو الجينات بتاعته مذكرة ما ينفعش أصلا طفرة في بويضة. الحمل العذراوي اللي بيدعوا إنه really unbelievable، ابتديت اتخنق دايما كل ما اعمل سيرش على موضوع بقى يوم الثلاث ما بيطلعش معايا بسهوله، ما اعرفش ليه بقيت المضايقات بالشكل ده. anyway اشكر ربنا. طيب لحظة واحدة، أنا بحاول أجيب الملف كل الوقت ده، أنا لسه I'm just trying to إن أنا أجيب لكم الملف عشان الصور التوضيحية اللي فيه، خاصة لما أدخل أتكلم على الانقسام الميتوزي والميوزي يشتغل. أتمنى يكون هو ده، مش عارف إذا كان هو ده ولا لأ. أفتحه لحظة واحدة. شكرا عزيزي، انا كتبت العذري والعذراوي وكتبتها بالذين بالذاء والزين وما طلعش معايا حاجه وطلع مع حضرتك، فاشكرك جدا، لكن بس عشان تشوف المعاناه اللي انا قاعد اعاني فيها طلع معاك انت الملف وما طلعش معايا، ربنا يبارككم. anyway ما اعرفش استاذ مركبه ريلي الموضوع ده بيحصل معايا شبه كل يوم ثلاثة، ابقى ببحث عن الملف ومش راضي يطلع معايا وانا عارف الملف موجود، وانا بس عايز استخدم الصور التوضيحية اللي فيه ونو واي، وافضل اناهد في نفسي ومفيش. anyway اسف ضيعت وقت حضراتكم، اجاوب السؤال بسرعة.